بدايه الجوله طبعا الثالثه. لكن لو لاحظنا في الدوري صراحه مع تواجد هذا الحضور الجماهيري مع الرقم الكبير للملعب، لاحظ الصوره، اوه لاحظ الصوره اللي معك، صوره جمهور النصر معطي ظهره للملعب. برافو مخرج المباراه، لو تكملها كمان عشان الملعب يبان اكثر. اعطى ظهره للملعب تماما، يبدو لي في لحظه احتجاج على ايه؟ هل على الاداء ام على ماذا؟ على التحكيم، لكن انا شايف التحكيم حتى اللحظه حلو، ولكن ربما على اداء فريق النصر غير راضي تماما جمهور. على ما وفرته اداره النصر بصراحه، وفرت الشيء الكثير.